بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده يا جماعه هنتكلم عن ازاي نعمل ضبط لحمض المعده. طبعا احنا كلنا عارفين ان من المشكلات المنتشره بشكل كبير جدا خاصه بين الشباب مشاكل طبعا الحموضه والارتجاع والحاجات دي كلها، اللي ممكن تكون مثلا بسبب الجرثومه او بسبب خلل في افراز حمض المعده او بسبب مثلا لخبطه في موضوع الاكل والشرب والحاجات دي كلها. طبعا الاسباب كتيره بس احنا مش موضوعنا، احنا الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ازاي انا اعمل ضبط لحمض المعده. احيانا انت بتكون انت حاسس ان عندك ارتجاع، وبتظن ان الموضوع بسبب ان الحمض فيه زياده، انك عندك حموضه يعني الحمض زايد، وبالتالي بتروح تكشف عند الدكتور. الدكتور بيقول لك خد مثبطات الحمض. طيب تاخد مثبطات الحمض وما بتخفش طبعا، اول مشكلة ما بتنتهيش من عندك. ممكن انت من نفسك تروح تشتري دواء من الصيدلية مثبط للحمض، وفي نفس التوقيت برضو مش حاسس انك مستريح، لان طبعا الحمض المعدة لو ضعيف اول حاجة انا هقولك على حاجة كده، ازاي تعرف ان حمض المعدة ده ضعيف ولا قوي، يعني انت المشكله عندك بسبب زياده الحمض ولا نقصه. غالبا الناس اللي بيكون عندها المشكله بسبب نقص الحمض بيكون عندها عسر هضم او امساك. لو انت عندك العرضين مع بعض، يعني لو عندك حموضه يعني بيحصل لك ارتجاع او حموضه مع وبيكون مصاحب ليها عسر هضم او ارتجاع في او عفوا او امساك، ثق تماما ان المشكله عندك دي بتكون في نقص حمض المعدة. ليه؟ لأن لو الحمض ناقص مش شديد عندك ومش وما بيفرزش بشكل طبيعي، ده بيسبب طبعا عسر هضم وممكن يكون معاه إمساك، لأن طبعا زي ما احنا عارفين إن الوظيفة الرئيسية بتاعة حمض المعدة اللي هي هضم الطعام. طبعا لو الحمض مش موجود بشكل متوفر أو ناقص شوية، ده بيتسبب في عسر هضم وممكن يعمل لك امساك. يبقى انت لو الاعراضين مع بعض، لكن لو الحمض شديد، لو الحمض يعني زايد كتير، ده مستحيل يحصل لك معاه امساك، لان انت طبعا الحمض كتير فكده كده بيهضم الاكل وما هيكونش عندك مشكلة عسر الهضم او الامساك على الاطلاق. فيبقى احنا عرفنا ان لما يكون عندنا ارتجاع مريء او بنحس بحرقان في الصدر او حموضة، نبص نشوف عندنا تقلصات في المعدة، عندنا عسر هضم ايا كانت درجة عسر الهضم، عندنا مثلا امساك شديد او بسيط او صعوبة في الاخراج، يبقى اعرف ساعتها ان المشكلة عندك في نقص حمض المعدة. طيب ازاي نعمل نظبط حمض المعدة ده ونخليه قوي؟ ازاي اظبط الحمض ده علشان خاطر انا ما احسش الاحساس اللي انا بحسه ده وما يحصليش ارتجاع في المريء؟ الحاجه اللي احنا جايبينها النهارده دي يا جماعه، ده خل التفاح، اسمه خل تفاح عضوي. انا عايزك تبص عليه كويس وتشوف. بص لو لاحظت هنا هتلاقي هنا تحت كده في نظام رواسب. لو احنا رجينا كده الازازه هتبص تلاقي ايه الرواسب البيضه دي بتتحرك، وخلاص كده 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 يعني بقى الخليط كله مع بعضه. الخل التفاح ده يا جماعه مش الخل التفاح العادي اللي انت بتروح تشتريه من عند العطار اللي هو الازازه ب20 جنيه، لا. الخل التفاح اللي عند العطار ده الاستخدام الخارجي، بنستخدمه في اللي عند العطار ده بتستخدمه مثلا في ازاله العرق، بتستخدمه في تدليك الساقين عشان الدوالي، في ازاله القشره بتاعت الشعر، حاجات اللي هي خارجيه يعني استخدامه خارجي. اما الخل اللي انت حضرتك هتستخدمه داخليا، سواء كنت هتستخدمه للحموضه او عشان اذابه دهون الكبد والكرش والكلام ده كله، لازم يكون يا فندم اسمه خل تفاح عضوي، غير مفلتر غير مبستر. الخل التفاح طبيعي ما عليهوش اي اضافات، وغالي على فكره مش رخيص، يعني الازازه عامله 150 جنيه. الازازه اللي انت شايفها دي تقريبا نص كيلو عامله 150 جنيه. فلو ما تروحش تشتري الازازه اللي من عند العطار اللي هو بتاع عشان الناس بس ما تعرفش، انت بتروح للعطار، العطار ما عرفش حاجه، العطار ما عرفش حاجه في الدنيا غير ان هو عايز يبيعه بس. طبعا هو ما عندوش خبره، انا مش عايزين نقول بس مثلا ان هو همه يبيعه خلاص، لا هو ما عندوش خبره فما يعرفش. هو يقول لك خل التفاح وما مرش عليه حاجه زي كده، وبالتالي هو هيبيع لك الخل التفاح اللي هو موجود عنده. فانت يا سيدي الفاضل لما تشتري خل التفاح من عنده،
قول له انا عايز خل تفاح عضوي، هيقوله لك. تقرا اللي عليه تلاقي خل تفاح مكتوب عليه خل تفاح عضوي غير مفلتر، خام غير مبستر، معلوش اي اضافات تانية خالص، ولونه زي ما انت شايف كده، لونه تحس ان هو كده عامل زي الميه المعكره كده. طيب بعد ما وضحنا نوعية الخل اللي احنا هنستخدمها والفوائد بتاعته، تعالوا بينا بقى نشوف الطريقة اللي احنا هناخد بيها خل التفاح العضوي علشان نتخلص من مشكلة الحموضة، لان حضرتك ممكن بقالك سنين تروح للدكتور وهو بيديلك مثبطات حموضة، وبعدين لاحظ ان الدكتور لما بيديلك مثبط للحمض بتاع المعدة انكسيوم او ايا كان مثبطات الحموضة اللي بتاخدها دي، طبعا احنا عارفين الادويه الكيميائيه بصفه عامه كلها لها اضرار جانبيه وما ينفعش انت تاخدها لفترات معينه لانها بتعمل مشاكل، لكن اللي انا اقدر اقوله لك انك هو بتلاحظ ان الدكتور بيديلك مع مثبط الحمض بيديلك معاه اي حاجه هاضمه، يعني بيديلك مثلا اي حاجه عشان ما يحصلكش عسر هضم، لانه طبعا بيديك مثبط الحمض بيقلل حمض المعده، وبالتالي لو قل حمض المعده خلاص بقى لازم يديلك حاجه تمشي المعده بقى عشان عسر الهضم وكده. الطريقه سهله جدا، هنجيب كوبايه ميه يكون كبيره صغيره، ويفضل انك تكون غليتها وتسيبها لما تبرد او تكون فتره عادي، بس انا بفضل انها تكون مغليه او انت واخدها من الفخار. ليه؟ علشان لو فيها بكتيريا او ميكروبات، لان الميه دلوقتي اصبحت عندنا مش نظيفه زي زمان يعني، فعشان الامان طبعا، وانت اساسا ممكن يكون معدتك حساسه وبيحصل لك مشاكل بسهوله، يفضل انك تغليها عشان تضمن انها لو فيها اي ميكروبات او بكتيريا تقتلها بدرجه الغليان العاليه. هتجيب كوبايه ميه زي دي، وبعد كده هناخد بص حضرتك مقدار غطاء واحد فقط لا غير، تاخد غطاء واحد بس كده من خل التفاح ده، اهو غطاء واحد اهو زي ما حضرتك شايف كده، هناخد ده ونحطه على الكوباية وتبدأ تشربه على الريق وقبل النوم، يعني مرتين في اليوم بس. ولو انت مثلا الحالة عندك يعني الموضوع مش صعب والمشكلة مش متفاقمة، ممكن تشرب مرة واحدة بس في اليوم على الريق، او ممكن تشربها عند اللزوم، يعني ساعة لما تحس ان انت تعبان، ساعة لما تحس ان انت عندك تقل في الصدر كده، ده طبعا لما تتأكد ان المشكلة عندك في نقص حمض المعدة هتبدأ تشرب كوباية زي دي، وتشربها طبعا يعني شفطة شفطة بالراحة كده، ما تشربهاش كلها مرة واحدة، تشرب شفطة شفطة بإذن الله هتحس براحة تامة جدا، وهتحس ان الدنيا اتظبطت معاك، لان انت ممكن يكون بقالك سنين وانت بتلف على الدكاترة وفاكر ان المشكلة عندك في زيادة الحمض، لكن يا جماعة المشكلة ممكن تكون في زيادة الحمض او في نقص الحمض. العلاج اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ده، العلاج الطبيعي ده لعلاج نقص حمض المعده. في طريقه تانية برضو انا حبيت اضيفها لكم ومجربه برضو، ديت بتظبط حمض المعده اللي هو اللي ناقص، زي ايه؟ عشان ما بقاش عندنا خيار واحد فقط لا غير، ممكن مثلا نسمع يعني واحد مثلا يعني يكون سعر الازازه غالي عليه فممكن يشتري او ما عرفش يوصل للازازه نفسها، هتعمل ايه؟ هتجيب الصبح اول ما تصحى على الريق هتجيب كوباية مية دافية وتحط عليها نص ليمونة ومعلقة عسل نحل يكون اصلي صغيرة بس، وتقلبها وتشربها، دي برضو ليها نفس المفعول وهتعمل لك ضبط لحمض المعدة. اللي هو واحد يقول لك لا يا عم ده الليمون ده حمضه مش حمض ايه؟ ما هو حمض، عشان انا اقوي حمض المعدة بتاع الحاجات اللي انا بقولها لك دي مجربة بفضل الله، وبيني وبينك التجربة، اتمنى يا رب يكون وصلت لكم معلومه مفيده وجديده، يا ريت تشير الخير ده للناس كلها، وتدعم الفيديو ده بلايك وكومنت، وتدعم قناتنا وتشترك معانا عشان يوصلك مننا كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.